بحضور ورعاية وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، نظم مكتب الأوقاف والإرشاد ورشة عمل لمكونات العمل الدعوي لوضع الموجهات العامة للخطاب الدعوي والإرشادي. مزيدا من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الكدسي. أقام مكتب الأوقاف والإرشاد ورشة عمل المكونات الدعوية لإعلان الموجهات العامة للخطاب الدعوي والإرشادي. وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية أكد توجه الوزارة في ترشيد الخطاب الديني والدعوي والإرشادي وفق منهجية الوسطية والاعتدال. وبين وزير الأوقاف والإرشاد ما تقوم به الميليشيات الانقلابية في تغيير الفكر والعقيدة والهوية الوطنية. الحوثي فكرته ليست يمنية، فكرته ليست يمنية، ولو كانت يمنية لم انقلب على كل الاتفاقيات التي توافق عليها اليمنيون. لو كان الحوثي يقرأ من مشروع اليمن لم انقلب على مخرجات الحوار. لو كان الحوثي مشروعه يمنيا لم انقلب على مسودة الدستور الجديد. لو كان الحوثي مشروعه يمنيا لما اقتحم المدن، لما فجر المساجد، لما اقتحم دور القرآن، لما قتل العلماء. عندنا احصائية في وزارة الأوقاف الآن ما يقارب 176 خطيب وداعية وعالم خلف القضبان في مناطق سيطرة الحوثيين. وعندنا احصائية ب36 خطيب وداعية قتلوا غدرا. فيما أكد وكيل أول محافظة علي محمد الفاطمي على أهمية ودور العلماء الأجلاء في توحيد الصف والكلمة والوقوف مع الشرعية الدستورية. ما أحوجنا جميعا في هذا الظرف توحيد الصف والكلمة الصادقة لخدمة جمع شمل الأمة في إطار الدولة. أمامنا أعداء كثر، ولعلنا نعيش منذ 5 سنوات من انقلاب ميليشيات خرجت عن النظام وعن الدولة وعن الشرع وعن كل المسميات، وهناك قوى شر أخرى أرهاب، وهناك قوى عالمية تريد الفتك بنا. فلا بد من كلمة موحدة تحمي مجتمعنا، تلهمه للصبر للثبات لتوحيد الموقف. للكلمة الموحدة تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله واليمن يجمعنا جميعا. مدير عام الأوقاف والإرشاد أشار إلى أهمية هذه الورشة لوضع الموجهات العامة للخطاب الدعوي والإرشادية على مستوى المحافظة والمحافظات المحررة. من أجل الموجهات العامة للخطاب الإرشادي، كلما انضبط هذا الخطاب، كلما تحددت أهدافه، كلما تحدد مساره، كان أدعى للنتائج كان أدعى للنتائج المرجوة وتحقيقها بأقرب يعني فترة زمنية ممكنة. تأتي هذه اللغات في إطار توجه الوزارة لترشيد الخطاب الديني والدعوي والمساهمة أيضا في ترسيخ الأمن والاستقرار. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.